يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت مسجدا وأنا مسافر، يقول دخلت مسجدا وأنا مسافر وكان المسجد على الطريق، ثم صليت مع جماعة صلاة المغرب وهم يصلون العشاء، فماذا أفعل في هذه الحالة وما هو المشروع لي؟ إذا قاموا للرابعة تجلس وتأتي بالتشهد الأخير، وإن شئت تسلم لنفسك وإن شئت تسلم معهم، تنتظرهم وتسلم معهم، لكن لا تتابعهم بالرابعة. نعم.